شكله عامل زي ساعة، شكله عامل زي ساعة، بس مش زي الساعات، بس مش زي الساعات. كل أسبوع ليكوا عنده رحلة مليانة حكايات. مفيدي سفنتي، كوكبي اسمه سعاد، عندي أسئلة ومشاكل مش لقلها إجابات. رحلتي وسط الكواكب، نفسي أعرف الحكاية، مين صنعها، مين عملها، مين خلقها من البداية. رحلتي وسط الكواكب، نفسي أعرف الحكاية، مين صنعها، مين عملها، مين خلقها من البداية. واو، إيه ده؟ كوكب كله حكايات، بس مش اي حكايات. يلا بينا يلا بينا يلا بينا على الحكاية. هاي صحابي. هاي تايمو، ازيك يا مس نجفة؟ حبيبي يا تايمو، حبيبي بحبك. مش انت قلت لي اسميك نجفة؟ ايوه انا اللي قلت لك. ده اسم الدلع بتاعك. مرسي. ازيكم كتاكيتي حلوين؟ قولوا لي باي باي كده. ازيكم حلوين وحسين؟ انت ماشي ولا ايه يا تايمو؟ خليك معانا. اي قولي لي. اقول لك ايه؟ بصي بصي بصي، انا عاوز اقول لك على حاجه بس ما تقوليش لحد. طب ما توطي صوتك شويه. فلوس قد كده في الغساله وزيعه. مش اسمها غساله بيحطوا فيها الفلوس؟ اسمها الغساله. طيب اسمها الحصاله. الحصاله. هم بيقعدوا يقولوا لي كده بس انا القاف بتشد معايا. ما يجراش حاجه على القاف. بحوش فلوس قد كده. يا بختك. إيه غساله؟ ايه بتحصاله؟ طيب حصاله. حصاله. اه ماشي. تعمل بيها ايه؟ بعمل بيها ايه؟ بجيب بيها شوكولاته. شوكولاته يا تايمو؟ اه. وملبس. وايه تاني؟ وملبس ولعب وحاجات وعقارب جديده. والبان عشان العربه ما تلزق تلزق في بعض. بهيص بقى. ولما بتروح الكنيسه يا تايمو بتحط في العطا؟ ليه الاحراج ده بقى؟ يعني ساعات احط ايدي فاضيه كده واطلعها، وساعات احط يعني حسب الظروف. يعني ساعات بنسى، بنسى اخد اساسا، ببقى قاصد انسى. بتنسى تحط العطا في الكنيسه؟ ببقى قاصد انسى الحقيقه. انا نهار ابيض، بقول اما انسى النهارده بتنسى. بس لا بس على فكره ساعات بحط، ساعات بحط. طب استنى بقى اوريك حاجه بقى شويه. ممكن تتفرج إيه؟ معايا على حاجه؟ اه نتفرج احنا ورانا حاجه. اه استنى اوريك حاجه بجد. ايه ده؟ ايه ده؟ دي فلوس؟ دي حاجات مش حاجه. دي فلوس يا تايمو. الله، انا بحب فلوسي قوي. اه استنوا بقى لما ارتبكم. دي فلوس زي اللي عندي في الغساله. استنى يا تايمو، دي عندها فلوس كتيره. 50 جنيه وال10 جنيه والجنيه. طب انا هعمل بيهم ايه بقى؟ هعمل بيهم ايه؟ طب انا النهارده نازله عشان عايزه كده مصروف يبقى معايا، اخد انه انا بفكر اخد العشرة جنيه. تعالي كده، انت كده المصروف بتاعي، خليكي هنا كده. طيب الخمسين جنيه بقى دي اعمل بيها ايه؟ اللي انا محوشاها بقى لي كتير قد كده، اعمل ايه بقى؟ محوشه زيك يا تايمو. لا انا محوشه اكتر. انا بفكر دي اسيبها للخروجه بتاعت بكره، عشان انا هصرف كتير بقى وهلعب وهتمرجح وهشتري اكل، فلازم يبقى معايا فلوس كتير قوي علشان تكفي اليوم. بس كده يبقى انت كده للحاجه الحلوه، وانت كده للخروجه ايه بتاعت بكره. مش هتحوش حاجه خالص، هتصرفي كل الفلوس. ما انا لسه محوشه. لسه معاها جنيه. لسه معاها جنيه. حوش الجنيه بقى يلا. ما جراش حاجه بقى يا طيب. اعمل ايه بقى بيه ده؟ ما بيعملش حاجه خالص. خلاص انا هاخده للكنيسه علشان احطه في العطل. انت كده دورك. إيه؟ خلاص اي حاجه عندك؟ ايوه. ايه المشكله يعني؟ بس الجنيه ده قليل قوي. لا هو مش الست اللي كان معاها فلسين قدمتهم وكان ربنا فرحان بيهم جدا؟ ايه المشكله وانا بقلدها؟ ثانيه واحده، استني ثانيه يا شابه انت. ايه حكايه الست اللي عندها كيسين دي؟ مش كيسين يا تايمو، استني. إيه؟ عندها فلسين. يعني ايه بقى؟ انا فهمتش كده. ما انا هقول لك يا تايمو. عارف اصل ده زمان الرب يسوع يا تايمو دخل الهيكل، والهيكل ده اللي هو زي الكنيسه دلوقتي، ووقف عند المكان اللي الناس بتحط فيه العطا
علشان يشوف الناس بتحط بالعطاء وشكلهم ازاي. واللي يحط قليل يقولوا امشي برا. لا يا طيمو، الرب يسوع مش بيعمل كده. امال ايه؟ استنى بس، هو كان واقف وبيتفرج على شكل الناس وهما بيحطوا. يا طيمو مش بس بيحطوا قد ايه، فهمني؟ استنى بس. وبعدين لقى الناس، في ناس كده بتيجي وتحط فلوس كتيره كده زي الخمسين جنيه يحطوها وهم كده متفشخرين كده قدام الناس. غني بقى معاه فلوس كتير. ايوه، يحطها كده وعايز الفلوس. زمان كانت بتعمل صوت كده، كوينز كده، عارف الكوين؟ الفلوس اللي هي الصغيره المدوره دي كانت بتعمل صوت كده. المعدن دي. ايوه ايوه، كانت بتعمل صوت. فيحطوا بقى فلوس كتير كده عشان الناس تعرف انه حط فلوس كتيره. فالرب يسوع فضل واقف كده وبيتفرج عليهم ويشوف هما بيحطوا قد ايه. في ناس حطت فلوس كتيره وفي ناس حطت فلوس قليله شويه. بس جت واحده ست بقى طايمه، غيبانه قوي 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 وفقيره جدا، ومش معاها غير فلسين. يعني ايه فلسين يعني؟ ما انا هقول لك بقى. طايمه دي عمله صغننه كده، فلوس قليله قوي، بتبقى مدوره كده وصغننه، اقل فلوس، اصغر فلوس خالص. يعني ما تجيبش حاجه خالص ولا حاجه تشتري بيها، ما اعرفش اشتري حاجه ولا اي حاجه. والست دي كان معاها بس الاثنين دول يا طايم، مش معاها فلوس تاني. يعني ما هاش حاجه تاني خالص خالص. بيتها فاضي. طب ما دي بصراحه المفروض ما تحطش بقى. بصراحه المفروض ما كانتش تحط فعلا، بس الرب يسوع بص عليها، لقى الست راحت عند الصندوق عند المكان اللي بيحطوا فيه العطا وحطت كل الفلسين يا طايمه. طب الرب يسوع قال لها ايه؟ مش حطت واحد وسابت واحد، ده حطت الاثنين. الرب يسوع بقى ساعتها ما قدرش يسكت وقال برافو، الست دي عملت حاجه حلوه قوي. فالناس استغربت، ازاي يعني دول حاجه صغننه واكيد كان شكلها مكسوف يعني وهي بتحطهم. الرب يسوع قال لا، هي مش حطت علشان، انا مش بقول لها برافو عشان هم قليلين، انا بقول لها برافو عشان ده كل اللي كان عندها، وهي ما قالتش انه ده خساره. طب هي ولا ده ليه بتاعي. ليه حطت فلسين؟ يعني كانت بتحب ربنا قوي كده جدا يا طايمو، من كتر ما هي بتحبه ادته كل حاجه عندها، حتى لو كانت هتروح من غير فلوس. طب هسال سؤال، طب الراجل كان عنده 50 جنيه كتيره دي، كانت تجيب شوكولاته حاجات كتيره دي، ما كانش بيحب ربنا؟ لا، هو كان عنده كتير زيها كتير كتير، فكان بيحط واحده من اللي عنده. الحصاله بتاعته مليانه على اخرها، ودي حته منها كده بالظبط، كان بيحط واحده كده يا طايمو. لكن الست دي حطت كل حاجه عندها، عشان كده الرب يسوع كان بيقول انه انا اتبسطت منها، مش علشان هي حطت شويه من اللي عندها، دي حطت كل اللي عندها. انت عارفه يا مس، هو الرب يسوع مش بيفرح احنا حطينا قد ايه، بيفرح قد ايه بنحبه قد ايه. برافو. انا بقول لك يا تايم، هو كان بيتفرج مش بيحطوا كام في العطا، كان بيتفرج على شكلهم هما بيحطوه، يعني متفشخرين كده وبيدوا شويه من اللي عندهم، ولا بيدوا قلبهم كله للرب يسوع. هو ده كان الفرق، عرفت؟ فهمتي معانا؟ يعني مش المشكله ان انا احط اقل حاجه، المشكله ان انا احط كل حاجتي للرب يسوع، اديله عشان انا بحبه قوي. عرفت يا ماجي؟ عرفت. اوكي، يلا باي باي، شكرا ليكو، شكرا كنتوا معانا. مع السلامه يا استاذ 50 جنيه. ال 50 جنيه يا استاذه جنيه، انت عايزه يا طايمو؟ عايز ال 50 جنيه؟ لا مش عايز، انا عندي كتير في الغساله بتاعتي. يا بختك يا بختك يا بختك. طيب مين هيلعب معايا لعبه؟ انا. خليك مكانك. حاضر. انت الحكم يا طايمو، ايه رايك؟ ماشي، انا انت الحكم. طيب تعالوا كده. طب عاوز صفاره. لا، بتعرف تصفر؟ طبعا. يلا صفر. ماشي، بس لما يعملوا صح. يلا تعالوا 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 تعالوا، يلا يلا يلا، كل واحد ياخد حته من الايه بسرعه. يلا سوري، حته من الايه بسرعه. يلا انا هقول لكم الايه ووروني الشطاره بتاعتكم تعملوها ازاي. طيب انت الحكم. درويه ليه؟ ممكن ترجعوا ورا شويه كده ورتبوا نفسكم. مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. لا مش فاهم يعني ايه مبسوط هو العطاء. اصبر خالص خالص، عشان كده الايه يعني حصل لها حاجات. ثانيه واحده يا تايمو. برافو تايمو، كانوا شاطرين قوي. وروا له الايه كده لتايمو عشان هو برافو عليهم، عرفوا رتبوها. صفر صفر، يلا برافو، شاطرين شاطرين قوي. مغبوط يعني ده حاجه حلوه قوي، يعني برافو، يعني حلو جدا، يعني يا بخته كده. برافو يا تايمو. مغبوط هو العطاء، يعني تدي احلى من انك تاخد، يعني تكون مبسوط وانت بتدي يا طيب. فهمت؟ لا
ده انا فظيع في العد دي، انا بدي على طول. يلا يا تايمو قول معايا، مغبوط هو العطاء، قولوا معايا يلا. ما ما مخبوط مش مخبوط. مش مخبوط؟ لا مش مخبوط. بص مغبوط مغبوط اه بالميم قاف. بالايه؟ ماشي. مغبوط هو العطاء، هو العطاء اكثر من الاخذ، من الاخذ. يا لهوي يا طيب مستنى دي تقيله قوي. يلا قولوا معايا تاني، مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. برافو. شفت العنوان بتاعها يا تايمو؟ ساكنه فين؟ ساكنه فين؟ ساكنه في اعمال الرسل. احنا قلنا قبل كده عليه ده يا تايمو، مش فاكر. اعمال الرسل ده كتاب كده بيحكي الرسل عملوا ايه بعد الرب يسوع ما راح السماء. بعد ايه؟ بعد التكوين ولا استني اقول لك. بعد الاناجيل اللي كانت بتحكي كانت ربنا. برافو يا تايمو، برافو برافو. اعمال الرسل 20:35. افتكرت بتعجبني ضحكتك. اعمال الرسل 20:35 ماشي. اعمال الرسل 20:35 شاطر. هي حته ماشي. طويله شويه مش مشكله. يعني الايه سهله بس العنوان صعب شويه. والايه يعني شويه كده. يلا نقولها الايه مع بعض اخر مره بقى، اخر مره بصوت جميل قوي. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. برافو. أعمال الرسل 20:35. باي يا تايمو. باي يا ميس نجفة. يبقى افتح الحصالة وحط في العطاء. هغسل الغسالة وحط ما فيها. ما تغسلش الغسالة طيب. ماشي يلا باي. باي يا حلوين. حبايبي الحلوين ازيكم يا تايمين؟ حلوين؟ مبسوط؟ ماشي. ازيك يا تايمو؟ ازيك يا عم معزوم؟ معزوم ماشي، معزوم معزوم ماشي 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 معزوز يا معزوز. يا تايمو ماشي. حبيبي انا احكي لكم زي كل مره حكايه من حكايات معزوز اللزوز. ازيك يا كوكي؟ ازيك يا تايمو؟ ازيك يا معزوز؟ ازيك يا كوكي؟ تعالي حبيبتي اخبارك ايه؟ انا كويسه، انتوا كويسين؟ طب قبل ما احكي الحكايه عندك حاجه تقوليها لنا النهارده؟ طبعا عندي حاجه اقولها لكم النهارده. احكي لكم النهارده عن بلد اسمها بريطانيا، تعرفها؟ بلد بريطانيا دي رحتها 5 مرات. ياه انت، ده انا ما رحتهاش ولا مره بس يعني قريت عنها. دي جميله بس ساقعه في الشتاء، بتبقى ساقعه برد برد. طيب فظيعه. عارفين حد فيكم عارف العاصمه بتاعتها اسمها ايه؟ الارجنتين. ارجنتين ايه بس؟ اسكت خالص ما تتكلمش ابدا في الحاجات دي. وانت اسمك ايه؟ انت عارف؟ خد الميكروفون، خد الميكروفون. لندن. لندن. انت رحت لندن؟ ما رحتهاش. لندن. ايه ده عارف من غير ما يقرا الكتاب بتاعي. طيب تفتكروا كوكي اللي تقول لنا اكتر حاجه مشهوره في انجلترا او بريطانيا، ولا هي اللي تقولها، ولا انتوا؟ البطاطس. حد فيكم عارف؟ انت عارف انها مشهوره بالبطاطس فعلا؟ اكبر مزارع بطاطس هناك. ها؟ ايه ده؟ طب قولي لنا انت، هم مش عارفين. اكتر حاجه مشهوره هناك ساعه كبيره جدا كده في البلد اسمها ساعه بيج بان. انت عارفه شفتها؟ جميل بجد؟ وساعة مظبوطة. ده انا لسه شوفها قوي. مظبوطة في كل وقت، لا بتأخر ولا بتقدم ولا بتقف. فظيعة فظيعة فظيعة. ساعة جميلة جدا. جميل قوي في الصور، انا شفت الصور. إيه طب انا عاوز اسألك سؤال، انت ايه اللي معاكي ده؟ رايحة تاكلي ولا رايحة رحلة ولا لا ايه؟ لا مش هي الشنطة اي كلام، انا عارفة الشنطة كده ما فيهاش حاجة. سيبي ده عشان نفهم ايه الشنطة دي ايه؟ طب يعني هوريك، بص فيها ايه كده؟ بص بصراحة. ما هي بص ممكن تبقى ريحتها وحشة، بس عايزة اقول لك انه يعني اصل الميس في مدارس احد طلبت مننا كل واحد يجيب حاجه علشان هنديها لاولاد فقراء يعني، فانا جبت بورنيطه من عندي كده. بس هي دي مبهدله خالص وصفرا، هي لونها وحش قوي وبطلت البسها بقالي سنين. ريحتها وحشه مش كده؟ سميتي يا طيب. انا ما لقيتش حاجه تانية، لقيت كل الحاجات اللي عندي بحبها جدا وما اقدرش افرط فيها، ولا دي ولا دي ولا اي يعني حاجه. يعني يا كوكي كل لبس الحلو عندك دي، اما تدي حد من الفقراء تديله كده حاجه ريحتها وشكلها ولونها اصفر اصلا، ما انا ما عرفتش ادي ايه. مين فاكر الحكايه اللي حكيتها لنا ميس نانسي كانت عن الست اللي ايه؟ خدي السنكرافون قول لنا ايه اللي حصل؟ اللي افتكر لنا كانت ايه الست اللي كانت معاها ايه؟ فلوس قليله. فلسين. ايوه برافو عليكي. فاكرين فلسين ده كانوا ايه؟ بيجيبوا ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه. ولا حاجه، حاجه كده قليله جدا جدا، ولا يجيبوا اي حتى مصاصه ما يجيبوش. لكن الست ايه؟ الرب يسوع فرح بيها؟ ليه؟ علشان هي ادت كل عندها، ما كانش معاها حاجه. ادت كل اللي عندها. احكي لكم حكايه من انجلترا،
والحكايه دي بحق وحقيقي حصلت. انا غيرت الاسامي شويه بتاعت الناس بس كان فظيعه فظيعه فظيعه. كان في مره ولد هو مش اسمه كده انا غيرت اسمه بس حكايه بحق وحقيقي. كان الولد اسمه زرومبيح. اسمه ايه؟ زرومبيح. طب وطايمه ايه؟ اسمه ايه تايمه؟ انت هتقوله ازاي ده انت متعرفش تقول ازاي؟ مش هيعرف طبعا. زرومبيح ده كان ولد غلبان جدا. جت مامته قالت له بص يا زرومبيح احنا عندنا مشكله، مش هتعرف تخش السنه الجايه المدرسه ومش هنعرف نجيب لك هدوم ولا شنطه للمدرسه. يا لهوي يعني مش هيعرف يروح؟ لا هيروح المدرسه، كانت مدرسه عندهم في البلد بتاعتهم ببلاش، بس مش هتعرف تجيب له لا هدوم للمدرسه ولا شنطه للمدرسه ولا كتب ولا اي حاجه ولا حاجه خالص كده. قلت له يا ماما اعمل ايه؟ قالت له بص انا خليك تشتغل شويه، هتروح لعم مين؟ عم جورنال بتاع المجلات، وتروح تجيب من عنده شويه مجلات صغيره وتوزعها على انكل هاني وانكل نادر وانكل عبد الله وانكل مخيمر. ماشي؟ كل دول؟ اه. وترجع وخلاص. فلاحظ راح تاني يوم لمين؟ لعم جورنال، اداله شويه مجلات كده. اعملوا معايا اعملوا معايا اعملوا كده اعملوا كده كتير قوي عملها كمان معايا كتير قوي جدا كده. قال له ايه ده؟ يا عم جورنال ده دول كتير جدا اشيلهم ازاي؟ قال له معلش يا ابني. قعد يوزعهم وزعهم على انكل هاني وانكل نادر وانكل عبد الله وانكل مخيمر. تعب جدا جدا. راح لمامته قال لها ماما دي كتير قوي انا مش قادره اشيلهم. كانوا كتير عليه. قالت له معلش يا حبيبي هنعمل ايه مضطرين. وهو راجع في السكه قابل مين؟ راجل كده جميل كده عنده محل كده كبير اسمه عم منفاخ العجلاتي بتاع عجل. الله. فجت في دماغه فكره جميله قوي، يشتري عجله بدل ما يجيب شنطه جديده، يمسك الشنطه بتاعت السنه اللي فاتت مقطوعه شويه كده. اه واللبس اللي كان بيلبسه كان بيلبس شورت كده وبيلبس تيشيرت، يلبس شورت مش حلو قوي ضيق شويه بس ويجيب عجله. الله. فراح قال لماما ممكن يا ماما؟ قالت له انت حر. راح لعمه ايه؟ عم منفاخ. قال له عم منفاخ ما عندكش عجله؟ بس عاوز عجله مستعمله عشان انا مش عندي فلوس كتير قوي. راح عم منفاخ مطلع له عجله فظيعه. عم منفاخ انا عاوز عجله احط فيها الجرايد والمجلات، بس دي عجله دي عامله زي عجله رمسيس الحربيه ما تنفعش مع انها بتجري. بص بتجري سريعه. لا 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 ما تنفعش دي. طب انا راح قال له بص وبقى ايه ده؟ دي شكلها حلو جدا. طلع له عجله فظيعه. بصي تعالي بصي انت عاوزه تشوفي شكلك انت ولا مين انت؟ وريها لهم كده كلهم. بصوا دي بصوا ما تحرك البتاعه دي بس تلف ازاي؟ شايف؟ الله تلف متلف تلف ازاي؟ فظيعه فظيعه. دي جميله قوي. كرسي رهيبه. ولونها احمر في اسود وابي. ايه ده دي جميله. فزرومبيح قال له بس يا عم منفاخ دي صغنونه قوي وما فيهاش باسكت، هحط المجلات فين الكتيره؟ يركب عليها. لا ما تنفعش دي ما تنفعش. شوف لي حاجه تاني. قال له ماشي يا سيدي. راح مطلع له العجله الايه؟ الفظيعه دي. دي حلوه قوي دي اللي انا عاوزها وفيها باسكت نحطه من قدام. هوبا هوبا هي دي اللي احنا عاوزينها. بصوا بتتسند كده. دي حلوه قوي. رهيبه رهيبه. قال له ما فيهاش كرسي. قال له مش مشكله مش مشكله نركب لك كرسي. قال له بكام دي يا عم منفخ؟ قال له ب 20 جنيه. قال له 20 جنيه؟ هو كان بياخد كل اسبوع عند عم جورنال بياخد 5 جنيه. يعني عاوز كام اسبوع عشان يبقى معاه 20 جنيه؟ كتير عليه قوي. 15 اربع اسابيع يا طيب. ايه يا طيب؟ ايوه صح اربعه. فقرر انه يحوش كل فلوس بياخدها من الشغل ويشتري العجله الجميله دي، يحط المجلات هنا وبعد كده يبقى يشتري بقى شنطه ويشتري حاجات كتيره تانية من اللي عاوز يشتريها. بس بعد شويه حصل ايه؟ راح مدارس الاحد، سمع في مدارس الاحد ان لازم ادي ربنا حقه في حياتي زي الست اللي ايه؟ ادت الفلسين. ادي له شويه من وقتي وشويه من صحتي وشوية من فلوس. يعني ايه كل ده؟ اديله كل ده. اه شوية من وقت يعني كل يوم كده اقعد مع ربنا اللي هي بنسميها ايه؟ الخلوة، او اقعد اصلي كده ربنا كل يوم. وشوية من صحتي اخدم ربنا. وشوية من فلوسي اي فلوس تجيلي ادي ربنا حتة منها. يعني لو تيتا جت في العيد ادتني فلوس اخد حتة منها اديها لربنا اقول له رب دي ايه؟ فلوس قليلة يعني كده. مين يعرف اسمها ايه الفلوس اللي بديها لربنا؟ ها ها وانت ماسكة الميكروفون قولي. عطا. العطاء او العشور. فالحاضر قعد يجمع يجمع 5 10 15 20 جنيه. ايه ده عرف يجيب ال 20 جنيه؟ ده شاطر قوي. راح لعم منفخ العجلات قال له عم منفخ انا معايا 20 جنيه في جيبي وهديهم لك عشان اخد العجله. وهو بيقول كده افتكر ايه؟ انه ما اداش ايه؟ الحاجات اللي المفروض يديهم لربنا. ندي 3 حاجات ايه هما؟ شويه من وقتي وشويه من صحتي وشويه من فلوسي. قال انا نسيت ادي ربنا
من الفلوس العشرين جنيه اللي أخدتهم. فقال لي عمو مفاخ ممكن تديني العجلة أقل من عشرين جنيه شوية عشان في شوية منهم بتوع ربنا. عمو مفاخ قال له أنا آسف. هتاخد العجلة ولا إيه؟ لو مش هتاخدها في الولد كان ولد عمال يتنطط كده هياخدها دلوقتي. قال له عمو مفاخ أنا معي عشرين جنيه اتنين جنيه منهم بتوع ربنا وتمنتاشر جنيه بتوعي. قال له أنا آسف. وهو واقف العجلة راحت؟ العجلة اتاخدت وتباع. يا عم قدام عيني اتاخدت. قال له عمو مفاخ ما عندكش عجلة تانية؟ قال له لا. تاخد العجلة الصغننة؟ قال له ما تنفعش. قعد ايه؟ زرنبيح على طول راح ادى ربنا 2 جنيه ما بقاش معاه غير 18 جنيه. يعمل بيهم ايه؟ العجلة راحت دلوقتي. يقول له يا رب يا رب انا نفسي في عجلة وما عنديش فلوس. انا ما عنديش فلوس خالص. انا هقعد اشتغل لحد امتى؟ سأل عمو مفاخ بكام العجلة لو في عجلة زي دي جديدة؟ قال له دي تيجي بتاع 100 جنيه دي كتير قوي. ده رقم مش عارف يجيبه طبعا خالص. ده مش معاه فلوس. فصلى لربنا كده قال له يا رب انا نفسي اديك حقك في حياتي زي الست ما ادت ربنا ايه؟ الفلسين. وراح ايه قال هدي ربنا حقك في حياتي. مره معدي قدام عمو مفاخ. عمو مفاخ قال له ايه؟ قال له تعالى يا زرنبيح معاك كام؟ قال له مش معايا غير 18 جنيه. قال له خلاص انا عندي عجله هديها لك. قال له 18 جنيه؟ بجد؟ قال له اه. 18 جنيه ازاي؟ عندك؟ وريني كده. شكلها ايه دي؟ هتبقى وحشه ولا حلوه ولا ايه؟ اكيد. ايه ده؟ قال له ايه ده؟ دي ب 18 جنيه يا عمو مفاخ؟ ايه ده؟ قال له جميلة. 18 جنيه ايه؟ دي باكتر كتير قوي، دي اكتر من 100 جنيه، بس انا عاوز اعمل زيك وادي ربنا حقه في حياتي، يعني ايه؟ ادي جزء كده من العصور بتاعي اديه لربنا. انتوا عارفين ربنا عاوز ندي ربنا يديله كل حبه كده من حياتنا. مين بينام اليوم من غير ما يتكلم مع بابا ربنا كده بابا حبيبي؟ ها؟ سعيد لازم يعني كل يوم سعيد. نتكلم معاه ولازم نخدمه نساعد في بيت ربنا ولازم كمان لما تجيلنا فلوس نعمل ايه؟ ندي ربنا الناس من... ندي ربنا ايه؟ من الفلوس اللي اداها لنا. بص العجله فظيعه يعني أزاي. هو اخد العجله دي بقت بتاعته؟ بقت بتاعته. تصوري بقى عنده احلى قوي. احلى عجله في البلد. احلى عجله. شايف عامل ازاي؟ فظيعه فظيعه فظيعه. وكبيره وراكبه عزيز في العجله دي. احلى من الثانيه. عاوزه تمسكي تلعبي بيها؟ امسكي. اخدك اه دي بص دي فيها باسكت من ورا باسكت من قدام. ايه ده؟ دي حلوه قوي وكرسي كبير دي جميله. امسكي امسكي. ما انت تاكليها ولا ايه؟ كده كويس حسبي تقع. يلا تعالي بقى عشان نروح نوديها لصاحبها زرنبيح عشان احنا واخدينها منه. يلا امسكها عشان تديها لزرنبيح. تلعب بيها؟ اه لا تلعبي بيها. هتعملي ايه في الهديه دي؟ لازم تفكري في هديه. خلاص هجيب الهديه بقى.